لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، أستغفر الله. ماذا فعلت يا عمر؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما تستغفر يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: امرأة عجوز نصرانية كان لها عندي حاجة وقضيت حاجتها، لكني دعوتها إلى الإسلام. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولكنك لم تكرهها، أليس كذلك؟ قال عمر: خشيت مظنة الإكراه بحاجتها عندي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مناط الأمر نيتك يا أمير المؤمنين، فإنما الأعمال بالنيات. قال عمر: اللهم إني أرشدت ولم أكره، اللهم إني أرشدت ولم أكره، ومع ذلك ففي النفس مما فعلت شيء، غفر الله لي. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. أترى إلى هذا كأنهم ركبان قصر بهم الطريق، انطلق بنا ننظر حالهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال عمر: أأدنو؟ ادنو بخير أو دع. قال عمر: ما بال هؤلاء الصبية يتطاغون؟ الجوع. قال عمر: وأي شيء في هذا القدر؟ ماء نسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. يا امرأة. قال عمر: رحمك الله، وما يدري عمر بكم. يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. قال عمر: جاءك الفرج يا أمة الله، أمكثي حتى أرجع إليك بشيء، احمله علي. أنا أحمله عنك. قال عمر: أأنت تحمل وزري يوم القيامة؟ لا أم لك. ذري الدقيق وأنا أسوطه، ليس هكذا، ذريه قليلا قليلا وأنا أحرك وأسوط حتى ينحل الدقيق في قوام واحد فلا يتجمع ويركب بعضه بعضا، هكذا تصنع الحريرة. أطعميهم وأنا أبسطه في الصفحة قليلا حتى يبرد. تعال يا بني، كل، جزاك الله خيرا أيها الرجل، كنت بهذا أولى من أمير المؤمنين. قال عمر: قولي خيرا، إذا كان من الغد فاقصدي إلى أمير المؤمنين وستجدينني هناك، فيقسم لك إن شاء الله. قد بلغ منك الجهد يا أمير المؤمنين، ألا ترجع فتصيب بعض النوم؟ قال عمر: كلا، ولكن أريح هنا هنيها. يا ابنتي، كم مرة سأقول لك هيا قومي إلى ذلك اللبن وامدجيه بالماء حتى إذا جاء الصباح خرجت به لمن يبتعه منا. يا الله، يا أبا الله، وإن أمير المؤمنين قد أمر مناديه فنادى: لا يشاب اللبن بالماء. لست بموضع يراك فيه عمر ولا منادي عمر، هيا قم افعلي ما أمرتك به وعلى عجل. والله ما كنت لأطيعه في ملأ وأعصيه في الخلا، وقليل في طاعة خير من كثير في معصية، وإن غفلت عنا عين عمر فإن رب عمر الذي لا تأخذه سنة ولا نوم مطلع علينا. قال عمر:
اعرف الموضع يا أسلم، فإذا كان نهار غد فانظر من القائلة ومن المقول لها، وهل لهم من بعل؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أمير المؤمنين، قال عمر هل تأذنين لنا؟ ما الشأن يا أمير المؤمنين؟ عسى أن يكون خيرا. قال عمر أدخل ابنتك هداك الله. عسست الليلة المنصرمة فأصابني رهق فاتكأت إلى جداركم فأسمعني الله تحاوركما في ذلك اللبن. التوبة يا أمير المؤمنين، التوبة، فإن الله غافر الذنب قابل التوب. قال عمر نعم وشديد العقاب، فاتق الله ولا تعودي إلى مثلها. أفعل يا أمير المؤمنين أفعل. قال عمر أما أنت فنعم الفتاة، وقد سألت عنكما فعلمت أن الفتاة لا بعل لها، فهل لك في زواج يا زينب؟ زينب، قال عمر هذا ولدي عاصم لا زوج له، وقد حدثته فيك ورغبته فرغب، فإن شئت فلتنظر إليه ولينظر إليك، فإن سركما ما تريان زوجناكما، هل رضيتي به؟ وكيف لا ترضى بولد أمير المؤمنين وأنت وليها ووليه؟ انظر السقوط رضا. قال عمر لا يغرنكما أنه ولد أمير المؤمنين، فليس بذي مال، ولئن أساء لأضاعفن له العذاب، وعسى الله أن يجمع بينكما بخير وأن يرزقكما ذرية صالحة.